في مهمة يومية تبدأ صباح كل يوم ولا تنتهي إلا بمغادرة جميع مرتدي النادي. يقف مختار أمين على حافة الحوض المائي بنادي تعز السياحي، موزعا نظاراته يمنة ويسرة، شرقا وغربا، والهدف إنساني نبيل يتمثل في الحفاظ على الأرواح من خلال عملية الإنقاذ. والله تراقب المسبح كامل ضروري، واللي يغرقه دائما يتخبط ما يغرقش سكته، ضروري يتخبط. فنحن هي حركات هذه تخبطي بالرجلين ولا باليدات، قلت نتلفه خلاص قضية طبيعه. بطل الجمهوريه لست مرات في السباحه الحره يقول انه بعد توقف النشاط الرياضي بتعز بفعل الحرب فضل العمل بمهنه الانقاذ، حيث يشعره العمل في هذا المجال بالسعاده، خصوصا وان المسبح هو الوحيد داخل مدينه تعز ويتوافد عليه العشرات وربما المئات، معتبرا ان ما يقوم به تجاه غيره من القادرين على السباحه في الماء واجب انساني وديني في المقام الاول. عمل الانقاذ هو اولا عمل انساني، ثانيا انه معك اجر، تشعر بارتياح لما تنقذ نفس من الموت، يعني يكون على وشك الموت، بالذات بعد اللي تنقذه الغريق يطلع يشكرك. عن المهارات التي يحتاجها العامل في مجال الإنقاذ بأحواض السباحة والمسطحات المائية يؤكد مختار أن القوة البدنية واللياقة وعمق النفس هي الأساس التي تؤهل الشخص لممارسة مثل هذا النوع من العمل الذي يبدو عند البعض هينا وهو عظيم لأنه يتعلق بإنقاذ أرواح. ضروري يكون عندك قوة تحمل ونفس ولياقة بدنية عالية، ولا ما بتعرفش تطلع الغريق، بيمسكك جنبه وغريق تنتهو. وحفاظا على حياة الناس طالب الرجل مرتدي المسبح باتباع التعليمات وذكر بعضا من نوادر لأشخاص تم إنقاذهم على يديه. أكثر الغرقات لاحظهم يقوم بنفسه ثاني، طلعوا ليش ما ليش قفزت وانت ما تعرفش سباح، يقول لك احسب كله سوا، ولا شفت واحد قاهل، طيب القاهل هذا سباح، أنت ما تعرفش تسبح، كيف ترقم بنفسه؟ روى المنقذ عدة مواقف واجهته خلال عمله، لكن أصعبها التي واجهها أثناء بحثه عن ساعة أحد المرتادين. المواقف كثيرة، بس مرة نزلت أدور ساعة حق واحد، وحصل واحد تحت، ما انتبهنا لهش إلا يعني لولا نزول ادور الساعه كنت ما مسك بي على طول واسبح انا وهو. ويمثل المسبح بنادي تعز السياحي المكان المناسب لممارسه هوايه السباحه رغم ازدحامه.